بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین الکرام، حیا خان تحیکم وتقدم لکم نشرات الاخبار. قال دولة رئيس الوزراء عمران خان بأن الحين ومن أجل صرف الإنذار على الخطوات غير القانونية في جمو وكشمير المحتلة وخرق حقوق الإنسان تقوم بدعاية سلبية ضد باكستان فلدى تروسها لإجماع في إسلام آباد حول الدعاية الحندية المغردة بأن يتم القيام بدعاية سلبية لنشر الأجندة الهندوسية الفاشية وصرف الانذار عن الاخطار الحقب اما واستقرار المنطقه. وجه رئيس الوزراء الجهات المعنيه باتخاذ خطوات لافشال الدعايه الحنديه المغرده وتوعيه الجماهير بشانها وعرب عن الامل في تلعب وسائل الاعلام الباكستانيه دورها في دغس الدعايه الحنديه السلبيه حذا وقد درس الاجتماع المعلومات ودعاية الحندية المغرزة ضد باكستان. استشهد 3 كشميريين شبان في عمليات الاستبداد التي تمارسها القوات الهندية في جمو وكشمير المحتلة. واستنادا إلى وسائل الإعلام الكشميرية وقد خرجت مظاهرة صاخبة في سرينغر وبلواما وشبيان ضد القوات الهندية وذكر الزود الشهداء الذين شاركوا في المظاهرات بأن الشهداء كانوا طلبة طالب منهم القوات الهندية في تبادل أطلاق النار. مزيد وأضاف الزوفي الشهداء بأن الشابان كانوا في طريقهم إلى جامعة كشمير لمشاركة في اختبارات حرب وقد استخدم القوات الهندية الرصاص المطاط والعنف لنشر المتزمرين مما أدى إلى إصابة العديد. استقبل دولة رئيس الوزراء عمران خان في إسلام آباد وزير التجارة والصناعة الأفغاني نثار أحمد فيزي وجد تأييد بباكستان الداعم لأمة الإسلام الاستقرار في أفغانستان وكرر بأن لا يوجد حل عسكري لازم أفغانستان والحاجة لحل عبر المفاوضات السلمية. قال بأن الأمن في أفغانستان سيوفر الفرص للتعاون الاقتصادي والتواصل في المنطقة وقال بأن باكستان تتعاون مع الجهود أوزبكستان لمقطع سكة حديد بين مرار شريف وكابول وبيشاور. قام نظام الدفاع الأرضي في القوة البحرية الباكستانية باختبار ناجح لإطلاق صاروخ من البر إلى الجو استنادا إلى المتحدث باسم البحرية فقد أصاب الصاروخ الهدف بضغط متناحي. وقام رئيس أركان القوة الجوية الأمير محمد أمجد خان بمشاهدة الاختبار وقال بأن البحرية الباكستانية تمتلك كامل الصلاحية للرد على أي عدوان. جازت القوة الجوية الباكستانية هجر مطعم أخرى في الدفاع من الحدود والجوية للبلاد حيث تم دم 4 طائرا حربية للمجموع المسدوجة في صلع الجو من طراز F-17 كما تم الانطلاق بتصنيع الكتل الثلاث من حدى الطائرات في باكستان. تواصل القوات الهندية خرقها لوقف اطلاق النار على خط الهند حيث استشهد عسكري باكستاني وردد القوات الباكستانية على ارسال سعين بالحقت قصائر بشرية ومادية كبيرة بالقوات الهندية. وفي منطقة تأتي بأن اسقطت الدفاعات الجوية الباكستانية طائرة هندية من طراز كوات كوبتر لتغطية الأجواء الباكستانية لمسافة 100 متر وتجدر الإشارة إلى باكستان. اسقطت 16 طائرة هندية من طراز كوات كوبتر خلال العام 2020 قضى 20 شخصا وأصيب العشرات في هجوم على مطار مدينة عدن اليمني. وقال الهجوم بعد نزول عاد الحكومة الاتحادية الجديدة الذين قدموا من السعودية إلى مطار عدن. وأفادت التقارير بأن الهجوم
وقال لدنا ذو العادة مجلس الوزراء من طائرة وتجدد الإشارة إلى الأنفساليون لجنوب اليمن وحكومة اليمن شكلا حكومة الائتلافية في 18 ديسمبر معترف بها عالميا. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.